النهارده كان في مباراه ما بين يعني فريقين من اهم الفرق اللي كانت بعد الاهلي والزمالك حصدا للبطولات، المقاولون العرب والنادي الاسماعيلي، او الاسماعيلي او المقاولون العرب. انا قلت المقاولون عشان المباراه كانت على ملعب عثمان احمد عثمان بالجبل الاخضر. لكن على ارض الواقع الفريقين عندهم نزيف نقاط، عندهم نزيف نقاط، عندهم يعني هبوط في المستوى، عندهم هبوط في المستوى، والامور بالنسبه لهم من ناحيتين مش مبشره. في ازمه كبيره جدا بتواجه النادي الاسماعيلي في المباريات وحصد نقاط المباريات، وايضا في الجانب الاخر في المقاولون العرب معانا واحد من نجوم الدراويش، نجم كبير ومدرب كبير، كابتن اشرف خضر. كابتن اشرف اهلا بيك. كابتن اشرف هنتواصل معاه تاني. هرجع تاني اقول ان نادي الاسماعيلي النهارده طبعا كان عامل تشكيل، النهارده كان له تشكيله احمد عادل عبد المنعم، النجاز محمد عمار ومحمد دسوقي وعماد حمدي، خط الوسط محمد بيومي وعمر الساعي وهشام محمد ومحمد عبد السميع، خط الهجوم نادر فرج وايريك تراوري، المقاولون العرب محمود ابو السعود عاد مره اخرى الى اللعب مره اخرى، الدفاع يوسف اوشايا احمد علاء فاروق نور الدين ومحمد هاني، خط الوسط الشيمي والشبراوي وفارس عافية فراس بن عافيه ومعز، وخط الهجوم امادو نياس ومحمد سالم. لكن على ارض الواقع في مشكله كبيره جدا يعني هيبقى فيها النادي المقاولون العرب، اللي النهارده الى حد ما يعني هو في الترتيب قبل الداخليه اللي هيلعب بكره مع نادي بيراميدز. طيب رجعنا تاني كابتن اشرف خضر. كابتن اشرف اهلا بيك. حبيبي ربنا يخليك حبيبي. كل سنه وانت طيب ونازل شهر رمضان الكريم. ازيك حبيبي، ازيك كابتن عباس، عامل ايه يا عبد حبيبي وحش. تحياتي كابتن اشرف. كابتن اشرف حبيبي. انا لسه بقول من شويه الاسماعيلي والمقاولون ونزيف النقاط، كيف يعني لو اتكلمت تحديدا الاسماعيلي؟ طبعا وانت ابني من ابناء نادي الاسماعيلي، الاسماعيلي راح فين؟ يعني لا الاسماعيلي برضه احنا ما بنقول كده، حتى في ناس بتزعل، بس احنا عشان يعني محللين الامور وحاسبينها شويه فعارفين. يعني احنا السنه اللي فاتت كانت في التوقيت ده كانت امورنا كانت اصعب من كده بكتير، كنا الاخير تقريبا. فالحمد لله يعني اكيد الناس طبعا عايزه تشوف الاسماعيلي بشكل احسن وناس شغاله، لكن احنا في ظروف صعبه لازم نبقى برضه عارفين الكلام ده. احنا عندنا نواقص في بعض الاماكن، لكن الناس شغاله برضو بتلم بناط، بتتعادل مع المقاولين العرب. لو 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 جبنا احصائيات كده بس الفتره فاتت كلها او السنين اللي فاتت، المقاولين بيبقى ليدنج على الاسماعيلي يعني بيكسبوا في معظم الماتشات والمقابلات يعني. فالنهارده التعادل يعني اكيد مش طموح النادي ولا طموح الكابتن ايهاب ولا شخصيتنا كنادي اسماعيلي، لكن في الظروف دي انا شايف ان هي يعني النقطه يعني مش وحشه. ان شاء الله نبني على الفتره الجايه عليها، وهيبقى في توقف، عندنا اصابات وغير النواقص ان اصلا في اماكن يعني فيها مشاكل كتيره يعني. فالكابتن ايهاب شغال والناس شغالين، الجهاز الفني ومجلس الاداره معاهم والقطاع الناشئين، الناس شغاله بشكل كويس والله. ف يعني معلش الناس تتحملك كتير احنا عارفين، لكن النادي الاسماعيلي ان شاء الله هتبقى يعني السنه دي هتبقى الامور مختلفه بعد ما تخلص السنه دي يعني. طيب على ارض الواقع انت بتقول الجهاز شغال، هل انت شايف ان الكابتن ايهاب شغال بالشكل اللي يخلي نادي الاسماعيلي، انت خلاص انت امام امر واقع، خلاص فتره انتقالات الشتويه انت خلاص بعد فقد القيد، ودي كانت حاجه مميزه جدا من مجلس الاداره، هم دول اللعيبه اللي هتكمل بيهم، لكن مباراه زي مباراه بلديه المحله كانت برضو من العقبات الكبيره جدا اللي اثرت على وجود نادي الاسماعيلي في الدوري. يعني لما تتغلب تفقد 3 نقاط على ارضك، اعتقد دي برضو مؤشر من المؤشرات الصعبه. هل الكابتن ايهاب جلال يقدر بالتيم اللي موجود عنده او بالسكواد اللي موجود عنده يقدر يكمل، ولا يبقى فيه تعثر او في بعض المشاكل او يبقى فيه التقاط انفاس ثم العوده مره اخرى بعد التوقف؟ بص انت عارف ان انت بالذات كنت موجود معانا في فترات كتيره وفترات اشتغلنا فيها. انا بقول ان لا الفتره دي غير كل الفترات اللي فاتت اللي عملت مشاكل للنادي الاسماعيلي، تغييرات مدربين مع كل هزيمه ومع يعني وتعادلات بتمشي وحاجات كده كانت موجوده السنين اللي فاتت وكنا موجودين فيها. انا بعتقد ان هي خلاص ما عادش هتحصل تاني، لا الناس موجوده
عندهم ثقه في كابتن ايهاب جلال وجابوه هو وجهازه. واعتقد ان الجماهير برضو رغم ان الجماهير يعني حاسه ان عارفه ان النادي الاسماعيلي نادي كبير ومستنيين اكتر من كده، لكن برضو هم عارفين ان الظروف صعبه وفي لعيبه يعني مشيت من النادي السنه اللي فاتت بشكل يعني لعيبه كبيره جدا، وانت عارف برضو عباس وكده. فلا يعني الناس متحمله والناس صابره، والنادي ان شاء الله يعني بقى زي ما بقول كده برضو مش احسن حاجه برضو عشان نتكلم، عشان ما فيش حد. لكن لا مش هو ده الاسماعيلي التاريخ، مش هو ده الاسماعيلي المرعب، مش هو ده الاسماعيلي اللي فاز بالدوري 2001 2002، مش هو ده الاسماعيلي اللي دايما عنده قطاع ناشئين ولاد وكل الانديه كانت بتلهس وراء ناشئ النادي الاسماعيلي او نجوم النادي الاسماعيلي. يا بص، بالنسبه لقطاع الناشئين الكابتن محمود جابر ماسك القطاع وانا معاه مدير فني القطاع وهو مدير القطاع وكده. لا القطاع برضو كل حاجه متحسنه صدقني، كل حاجه السنه دي وفي الفتره دي لا الامور احسن بشكل كويس جدا. عشان كده انا بقول لك ايوه ليهم حق الناس برضو، حتى في ناس لما تاخد على خاطرها لازم احنا نتحملها ولازم ما نزعلش منها، لكن انا عشان متواجد بامانه مع الجهاز الفني على طول مع كابتن ايهاب، فانا شايف حجم الشغل وحجم الضغوطات وليك بس ان انت تقول برضه يعني لعيبه صغيره، في لعيبه صغيره. لا ورجعت تاني يا كابتن اشرف تدوا فرصه لابناء النادي، ده برضه حاجه من الحاجات المبشره، بس هتاخد وقت شويه. هتاخد وقت، عشان كده انا بس ايه بقول معلش الناس تتحمل وهم الله يكون في عونهم وكل حاجه، لكن هم يعرفوا ان هم في الطريق الصحيح. في نظام دلوقتي وفي استراتيجيه موضوعه الى ان النادي هيرجع بشكل كويس، وهو ده الكلام اللي الناس كلها بتشتغل عليه. فمعلش الناس هتتحمل، اتحملت كتير، لكن النادي الاسماعيلي باسمه الكبير هيرجع تاني، والناس هترجع تتبسط تاني وتلاقيه كمنافس قوي ان شاء الله. ان شاء الله الى ابن العم المقاولون العرب برضو. اكيد انت شفت المقاولون العرب السنه دي يعني النتائج مش على المستوى، السنه اللي فاتت كانت الامور يعني مش الدور الاول والدور الثاني حصل فيه تعثر، السنه اللي قبلها كان اداء مميز جدا، السنه اللي قبلها بقى المقاولون العرب بصعوبه بالغه في الدوري يعني منذ تولي الكابتن شوقي قدر في الكام مباراه الاخيره انه يبقى بالمقاولون العرب وعمل نتائج كويسه جدا. ايه اللي خلى المقاولون العرب يوصل للمستوى اللي هو فيه ده؟ بص حبيبي، هو مشكله يعني انت قلت حاجه، كابتن شوقي غريب قعد المقاولين العرب بمعجزه السنه اللي فاتت. كلام خارق. كان موضوع صعب جدا جدا ان المقاولين العرب يبقى موجود. كابتن شوقي عمل حاجه محترمه جدا جدا، لكن سبب المشكله وده رايي يعني المقاولين العرب، خلي بالك الانديه اللي عندها مشاكل اللي هي اقتصادها صعب شوية. يعني انت عشان تعمل فريق، لا ده موضوع كبير وموضوع عايز فلوس لان اهم عنصر انت عارف يا عباس لعيب الكورة، يمكن محللين كبار ومدربين كبار بيتكلموا ان فعلا لعيب الكورة والكواليتي بتاع اللعيبة هو اللي بيعمل فرق. فانت المقاولين العرب كان عنده وكان بيجيب، اعتقد ان هو السنة دي ما كانش فيه تدعيم بالشكل اللائق، فحصل المشكله اللي موجوده دي.